كابتن اسامه، في مثل هذه المباريات هل من الممكن ان احنا كجمهور وكلاعبين وكجهاز فني وكاداره ان احنا نفكر في ان احنا ممكن نكسب؟ لانه انا بس هسالك في المهم في الحته دي الاول، بعد كده لانه عايز اوديك في حته تانية. مفيش شك لازم نفكر انك تكسب. النادي الاهلي نادي بطولات، نادي الاول في القاره الافريقيه، لعبته كتير فيها منتخب مصر، لعبوا لقاءات دوليه كتير سواء مع منتخب او مستوى الانديه في افريقيا، تاريخه كبير جدا. فطبيعي ان النادي الاهلي بغض النظر عن المنافس اللي بيواجهه لابد ان يكون في ذهن الجهاز الفني واللاعبين ان انت بتلعب الماتش عشان تكسبه. صحيح انت بتلعب بطل قاره اوروبا، واحد من افضل الانديه في تاريخ الكوره من ساعه ما مشروع من ساعه ما لكن الطموح مشروع. طبيعي انت الناس بتضحك تقول لك ايه اصل ايه هتهزروا هتكسبوا بايرن ميونخ وهتعملوا مش عارف ايه وكذا وكذا. فانا عشان كده بسال حضرتك السؤال ده، هل ممكن ان احنا نفكر في كده؟ ده لازم تفكر في كده. يعني ده طبيعي انك تفكر في كده، طموحك مشروع. لو انت يائس من قبل اللقاء انك انت ممكن تكسب يبقى ما تلعبش احسن. يعني لازم تاخد الامور بجديه انك انت تلعب بالشكل والطريقه والاسلوب. واللعيبه طبعا اكيد طموحها كبير قوي لما بتلعب في مثل هذه اللقاءات، بتبقى في دوافع كبيره جدا من جواهم انه يعني بيلعب مع بطل اوروبا وبطل يعتبر العالم، لانه البطل اوروبا غالبا هو بيبقى بطل العالم في معظم الاوقات. يعني بيبقى طموح ودوافع كبيره جدا، فليه لا ان هم ممكن يحققوا المفاجاه، وده شفناه على مدار تاريخنا في اوقات كتيره جدا.